بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة في لقائنا الخامس وقبل الأخير هنتكلم عن المحددات الاجتماعية للسلوك الإنساني اللي هي الجماعة. طبعا سبق وتناولنا قبل كده المجموعات الرئيسية من المحددات المؤثرة على السلوك الإنساني اللي هي المحددات النفسية أو السيكولوجية اللي هي متصلة بالفرد، وده كان مجال اهتمام علم النفس، اللي منها الإدراك والدافعية والاتجاهات والتعلم والشخصية. كمان المجموعة الثانية من العوامل كانت المحددات الاجتماعية للسلوك الإنساني اللي هنتكلم فيها النهاردة اللي هي الجماعة. النوع الثالث من المحددات زي ما هناخد بعد كده مع بعض المحددات الحضارية أو الثقافية، وده كان نطاق الاهتمام علم الأنثروبولوجي. طيب نرجع للمجموعة الثانية من المحددات اللي هي المحددات الاجتماعية. بنقول أنه تعتبر دراسة الجماعات من أحدث الموضوعات التي يتناولها علم الاجتماع في العصر الحديث، لما تتمتع به من تأثير بالغ على السلوك الإنساني عامة والسلوك التنظيمي على وجه الخصوص. يبقى علم الاجتماع ابتدى مؤخرا يهتم جدا في العصر الحديث يعني بدراسة الجماعات ولما لها من تأثير كبير جدا على السلوك الإنساني عموما، سلوك البشر عموما، سواء في حياتهم بقى الشخصية لحياتهم الخاصة يعني، أو السلوك التنظيمي اللي هو سلوكياتهم وتصرفاتهم جوه المنظمة جوه بيئة العمل بتاعتهم. انطلاقا من كون الإنسان اجتماعي بطبعه ولا يمكنه الحياة بمعزل عن الآخرين، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وخلق فينا ان احنا يبقى فيه قدر من الرغبة جوه واحد في الرغبة جوه كل واحد فينا ان هو يتعرف على الآخرين وانه ينشئ علاقات اجتماعية معاهم، وانه ما يقدرش يعيش بمعزل عن الآخرين. فانطلاقا من كون الإنسان كائن اجتماعي وان انتماء الفرد لجماعة ما بيتفاعل ويتواصل مع أعضائها ويعكس أفكارها وسلوكها، ده أمر لا مفر منه. يعني ما نقدرش نضحك على نفسنا ونقول ان الإنسان قراراته من دماغه لوحده، أو ان سلوكه بس النواحي الفردية النواحي الخاصة به، شخصيته إدراكه دافعيته واتجاهاته هي بس اللي بتأثر على سلوكه. يبقى احنا كده بصنا أو نظرنا للسلوك بنظرة جزئية، لكن ما نقدرش نغفل أهمية الجماعة اللي الفرد منتمي ليها، لأن ليها تأثير كبير جدا على سلوكه، قد يكون أكبر من الناحية الفردية. يعني أحيانا الإنسان بيتصرف بطريقة بيسلك سلوك معين عشان يرضي الجماعة اللي هو فيها، حتى لو كان ده على حساب نفسه أو على حساب رضاه هو. يعني ممكن يقوم بسلوك هو غير راضي عنه شخصيا، يعني شخصيته مش موافقة السلوك ده، مش متفقة معاه، لكن يقوم بيه بس عشان يرضي الجماعة اللي هو فيها. يعني لو خدنا مثلا على سبيل المثال العامل في المصنع، لو الجماعة اللي هو منتمي ليها الشلة بتاعته صحابه أو زمايله في نفس العنبر أو زمايله في عنابر مختلفة، وهو مكون معاهم جماعة غير رسمية، هم شلة مع بعض بيسهروا مع بعض على القهوة، بيخرجوا مع بعض، عائلاتهم بيتزوروا، أيا كان زي ما هنشوف بعد شوية أنواع الجماعات منها رسمي ومنها غير رسمي. طيب لو الراجل العامل دوت متفق أو الجماعة اللي هو منتمي ليها متفقة انه هننتج الاسبوع ده كل واحد فينا هينتج 10 وحدات بس، وليكن الادارة وضع هدف ان هم ينتجوا 20 وحدة بس، هم لسبب معين عايزين يضغطوا عليها في اي مشكلة ما وهننتج 10 بس، رغم ان العامل ده يقدر ينتج 20 وهو عايز ينتج 20 عشان ياخد الحافز مثلا اللي الادارة حطاه او عشان يكسب ود الادارة، الا انه في احيان كتير بيغلب رأي ومصلحة الجماعة على رأيه هو وينتج 10 زي ما هم متفقين. ليه؟ عشان لو ما انتجش زي ما هم متفقين هينبذوه، هيخرجوه من وسطهم، وهو مش عايز ده. ففي سبيل البقاء على وجوده في الجماعة والعلاقات القوية اللي بينه وبينهم،
ممكن ان هو يخلي رأيهم وقرارهم يأثر على سلوكه بشكل اكبر من تأثير النواحي الفردية او الشخصية الخاصة بيه على سلوكه. طيب يبقى ده امر لا مفر منه، ان الجماعة اللي انا منتمي ليها هتأثر على سلوكي. يبقى ده يعني يبقى انا كإدارة لازم اكون واعية لده، وابقى عارف ان لو انا عايز الاداء التنظيمي يتحسن يبقى لازم الاداء الفردي، اداء الموظفين بتوعي يتحسن او يبقى كويس. يبقى لازم مش بس افهم النواحي الفرديه اللي هتؤدي لان هم ادائهم يتحسن، لا كمان لازم افهم النواحي الاجتماعيه، لازم اعرف الجماعات اللي هم بينتموا ليها واشوفهم بيأثروا ازاي على راي الموظفين دول، واللي بيخليهم في النهاية يسلكوا سلوك معين جوه الشركة بتاعتي. يبقى سلوك العاملين لديها لا شك انه بيتأثر بسلوك وافكار الجماعات اللي بينتموا اليها الافراد دول من جهة، وبيأثروا على الاداء التنظيمي من جهة اخرى. طيب تعال نشوف ايه مفهوم الجماعة. يعتبر مفهوم الجماعة من اهم المفاهيم الحديثة نسبيا والتي تناولها علم النفس الاجتماعي. يبقى لما حصل تزاوج بقى وتداخل وتفاعل ما بين العلوم الاجتماعية والإنسانية، ابتدى يبقى فيه فروع يعني نقدر نقول ايه ان هي مهجنة من الاتنين، من علم النفس وعلم الاجتماع، بتدرس سلوك الانسان. فظهر عندنا علم اسمه علم النفس الاجتماعي، اللي هو نستفيد ازاي نستفيد بالنواحي الاجتماعية والمعارف والمفاهيم اللي ادهلنا علم الاجتماع في مجال علم النفس. مفهوم الجماعة هي مجموعة تتكون من فردين او اكثر توجد بينهم علاقات سيكولوجية، علاقات نفسية، في علاقة ارتباط نفسي ما بيني وما بين الجماعة اللي انا موجود فيها. العلاقات السيكولوجية دي واضحة بتؤدي الى حدوث تفاعل اجتماعي متبادل، نبتدي نتعرف على بعض ونبتدي نتفاعل وناخد وندي من بعض ونأثر ونتأثر ببعض عن طريق الادوار الاجتماعية. انت رئيس الجماعة دي او رئيس الشلة دي، وانت المساعد ليه، لما نروح نفطر انت اللي هتروح تجيب الفطار، وانت اللي هتعمل، وانت اللي يبقى كل واحد فينا هياخد دور اجتماعي جوه الايه، جوه الجماعة دي. يبقى عن طريق الأدوار الاجتماعية المختلفة التي تحددها المعايير المشتركة، احنا كجماعة واحدة في معايير مشتركة بتحكمنا، احنا اللي هنحطها ونرتضيها، احنا اللي هنوافق عليها، نعمل القانون بتاعنا. المعايير المشتركة فيما بينهم لتحقيق أهداف الجماعة، عشان في الآخر أقدر ان انا احقق الايه، الهدف اللي قامت من أجله الجماعة دي، وإشباعا لرغبات أفرادها. اللي داخل عشان يحس بالعزوة وان معايا ناس ومعايا رجالة تسندني وقت اللزوم، واللي داخل علشان يستفيد ماديا لو عملنا جمعية بيننا وبين بعض مثلا، واللي داخل عشان يحس بالامان النفسي وان انا يبقى ليا معارف وليا اصدقاء واشبع حاجاتي الاجتماعية وهكذا. يبقى رغبات الافراد ممكن تكون يعني مختلفة، زي ما قلنا دوافعهم مختلفة في لتكوين الجماعة دي، فهم يتقاسمون فيما بينهم قيما واتجاهات متقاربة. زي ما قلنا في معايير، في قيم معينة هنتفق عليها كلنا. مثلا وليكن اتفقنا ان احنا ننبذ الكذب، ما نكذبش ما بيننا، كلنا اتفقنا ان احنا ننبذ التصرفات اللي هي الغير لائقة او العكس، او كلنا متفقين ان احنا عادي يبقى ممكن في نطاق التجاوزات بيننا ممكن متسع وهكذا. يبقى احنا اللي بنحط القيم المشتركة بتاعتنا، احنا اللي بنحط المعايير بتاعتنا، اتجاهاتنا متقاربة، كلنا بنحب الشركة مثلا، كلنا عايزين ننجحها، او كلنا بنكره الشركة او عايزين نفشلها. يبقى لازم تبقى في ما بينهم قيم مشتركة او لانه لو في قيم مختلفة او اتجاهات مختلفة يبقى عمرها ما هتقوم جماعة ما بينهم، لان هيبقى في خلاف وصراع وهيبتدوا تتفكك وتتفركش الجماعة دي. يبقى عشان تبقى فيه جماعة لازم فيه قيم ومعايير واتجاهات متقاربة ومشتركة بتحكمهم، بيتبعوا في تصرفاتهم قواعد سلوكية معينة. يبقى لما نيجي النهاردة الشهر ده هننتج قد كده بس، وهتبقى سلوكياتنا كده،
ممكن السلوكيات تكون مدعمة للشركة، ممكن تكون مناهضة أو سلبية أو معوقة للشركة. لما نيجي نشوف خصائص الجماعة في ضوء التعريف ده، لازم نبقى عارفين ان عشان اقول ان دول جماعة يبقى لازم رقم واحد من حيث الحجم ما يقلش عددهم عن اتنين، يعني اتنين فاكثر، لكن ما ينفعش ما فيش واحد هيكون لوحده جماعة، يبقى لازم يكونوا اتنين او اكتر، لان حجمها بيأثر على ادائها. يعني طبيعة الحال اداء شخص واحد غير اداء اتنين غير تلاتة غير اربعة غير خمسة، عقل واحد بيفكر في حاجة معينة غير عقلين غير تلاتة وهكذا. يبقى كل ما زاد العدد بتاع الجماعة كل ما زاد ادائها الى حد معين، بعدها كل ما زاد العدد قل الاداء. يعني تعالى ناخدها بشكل مبسط كده، لو احنا عندنا عنبر انتاج او عندنا اوضة فيها خمس موظفين، الاول كان فيها موظف واحد هو اللي بيقوم بالشغل كله وطوابير قدامه لان في تكدس من العملاء او من الناس اللي جايين يقضوا المصلحة او الوظيفة اللي هو بيقوم بيها. طيب ابتدينا نجيب له موظف تاني، وبالتالي كفاءتهم زادت هما الاتنين لان هما بقوا شغالين مع بعض. ابتدينا جبنا تالت جبنا رابع لغاية لما جبنا مثلا خمس موظفين بيقوموا بوظيفة واحدة او وظائف متشابهة جنب بعض كده، وصلنا لحل يعني وصلنا كده لدرجة مرتفعة من كفاءة العمل في المكان ده وللموظفين دول. لو ابتدينا نجيب بقى موظف سادس وسابع وثامن، لو زودنا اكتر من كده ادائهم هيبتدي ينزل. ليه؟ لان هيبتدي الموظف السادس ده زيادة عن حاجة العمل، ومالوش مثلا مكتب ومالوش مهام معينة يقوم بيها ولا وظيفة معينة، فيبتدي يكلم اللي حواليه ويشغلهم او ان هو يعطل ادائهم. وبالتالي كل ما زاد اداء كل ما زاد عدد الجماعة بيزيد ادائها الى حد او مدى معين، بعدها كل ما يزيد العدد يقل الاداء. لازم طبعا الادارة ادارة المنظمة وهي بتحدد جماعات العمل او عدد الموظفين في كل ادارة، لازم ان هي تبقى تعي هذا الكلام عشان تحدد حجم مناسب للجماعة، يعني حجم مناسب للإدارة دي، عدد الموظفين فيها يكون مناسب أو حجم مناسب للأوضة دي، لأن لو زاد عن عدد معين بيقل أدائهم. طيب الخاصية التانية التفاعل الاجتماعي، يعني ما ينفعش يبقوا قاعدين مثلا الخمس موظفين دول اللي قاعدين في اوضه واحده وما لهمش اي علاقه ببعض او ما بيكلموش بعض او ما فيش اي تفاعل ما بينهم خالص من اي نوع. يبقى افراد الجماعه الواحده لازم يحصل تفاعل اجتماعي ما بينهم، لان التفاعل الاجتماعي ده والعلاقات ما بينهم والاخذ والرد ده اللي بيزيد بيقوي الروابط ما بينهم وبيقوي من تلاحمهم. والا لو كوننا جماعه معينه وما حصلش اي تفاعل ما بينهم، ما يعرفوش بعض ولا يكلموا بعض ولا في خالص اي نوع من انواع العلاقات ما بينهم، في الحالة دي ما تبقاش جماعة. كمان الخاصية الثالثة القواعد المتبعة، لازم تكون قواعد مشتركة احنا حطيناها سوا، يجب ان يكون هناك قيم ومبادئ وقواعد للسلوك ارتضاها اعضاء الجماعة ككل وبيلتفوا كلهم حولها، هي المرشد والضابط لسلوكهم. لو حصل كذا هنعمل كذا، في حالة المثير كذا يبقى كلنا هنعمل كذا. وليكن مثال بسيط جدا، لو دخل المدير كلنا هنقف مثلا، او لو المدير طلب مننا نزود الانتاج مش هنزوده، هنكتفي بالحجم ده، او ابتدي ايه احط قواعد هتبقى هي دي المرشد والضابط لسلوك اعضاء الجماعة. كمان الخاصية اللي بعد كده للجماعة الاهداف المشتركة، لازم تكون كلنا عندنا اهداف مشتركة. يعني مثلا كلنا عايزين ننجح الشركة دي، مش معقولة هنكون جماعة ونكون جماعة متماسكة ويعني جماعة يعني على حق، واحنا واحد فينا عايز ينجح الشركة وواحد عايز يفشلها وواحد على الحياد مش فارقة معاه. ما ينفعش، لازم كلنا يكون لينا اهداف مشتركة، كلنا ماشيين في سكة واحدة، عينينا على هدف او مجموعة من الاهداف كلنا عايزين نحققها، والاهداف دي هي اللي اتكونت الجماعة من اجلها. طيب كمان لازم يكون في هيكل مستقر للجماعة، يعني ما ينفعش كل يوم والتاني
واحد يدخل واحد يخرج من الجماعه دي او من الشله دي، لازم يكون في هيكل مستقر نسبيا، فتره زمنيه كده كبيره نسبيا، نكون شله مع بعض، جماعه مع بعض. يبقى للجماعات هيكل يوضح العلاقات الثابته او المستقره، مين رئيس الجماعه دي، مين المساعد بتاعه، طب مين اللي بنكون عايزين مشوار مثلا هيروح يعمله لنا، طب مين اللي هيروح يكلم المدير لو عندنا مشكله، طب مين اللي هيتولى امر انه يعني يلطف العلاقات مع باقي الزملاء اللي موجودين في العمل، وهكذا. يبقى في علاقات ثابته نسبيا موجوده في هيكل الجماعه، فلازم يكون الهيكل ده مستقر، مش كل يوم والتاني حد داخل وحد خارج من ايه؟ من الجماعه، والا ده هيأثر على تماسكها وهيؤدي لتفتتها وتحللها في النهايه، عشان يقدروا يتمكنوا من الاداء كوحده واحده. الخاصيه الاخيره للجماعه الادراك، يعني لازم كل فرد في الجماعه يدرك نفسه عضو فيها، يعتبر نفسه عضو فيها، ويمكنه التعرف على باقي اعضاء الجماعه ويميزهم عن غيره، عن غيرهم من ايه؟ من الافراد اللي موجودين في المجتمع او الموجودين جوه الشركه، لو احنا بنتكلم عن نطاق العمل تحديدا. يبقى مهم قوي ان انا ابقى عارف ان انا عضو في الجماعه دي، وبقيه الاعضاء عارفيني ان انا عضو معاهم فيها، وانا عارفهم اقدر اميزهم من بقيه افراد المجتمع او من بقيه افراد الايه؟ المنظمه. لو توفرت الخصائص دي او الشروط دي، يبقى في الحاله دي اقدر اقول ان هنا في جماعه موجوده او متماسكه. طيب لو ما جينا نشوف اسباب نشوء الجماعات، ليه الجماعات بتظهر؟ عندي اسباب مختلفه. لو قلنا منها على سبيل المثال، رقم واحد اشباع اهتمام مشترك. احنا في اهتمام كلنا مثلا عايزين ننجح الشركه دي، كلنا عايزين نبوظ الشركه دي، كلنا عايزين نتقي ربنا في شغلنا. يبقى في اهتمام مشترك، يستطيع الناس تحقيق ذلك عن طريق الارتباط مع بعض. كلنا مثلا لو كلمنا بقى، خرجنا شوية بره باب الشركة في الحياة، كلنا مثلا على المعاش، كلنا أصحاب معاشات، فبنلتقي مع بعض، نعمل شلة كده مع بعض في المقاهي أو النوادي، لأن جمعنا اهتمام مشترك. أو رقم اتنين، السبب التاني الأمان. زي ما قلنا من شوية، أنا بدخل في جماعة معينة عشان تحقق لي نوع من الأمان النفسي ممكن، أو الأمان المادي، لأنه أكيد يعني زي ما بيقولوا إيه المثل، حتى يقول الكترة تغلب الشجاعة، يعني في ظل وجودي مع كترة مع جماعة تغلب الشجاعة، إن أنا أكون لوحدي قوي، لأ ده مهم كمان ان انا اكون في وسط جماعه قويه تقدر تحميني، احس معاها بالامان. الامان ده انواع مختلفه، امان نفسي، امان معنوي، امان مادي، جميع انواع الامان، امان اقتصادي وهكذا. طيب رقم ثلاثة، اشباع حاجه اجتماعيه. انا باعتباري كائن اجتماعي، وبالتالي اشبع حاجاتي الاجتماعيه، الحاجه للتالف والتعارف والتعاطف مع الناس والتواجد معاهم، فده بيتم برضو من خلال الجماعة. رقم أربعة، إشباع الحاجة إلى احترام الذات. يعني ممكن إن إحنا ننشئ جماعة ويبقى أنا باعتباري رئيس الجماعة دي، فده بيشبع لي يعني بيشبع لي ذاتي، بيحسسني بمكانة اجتماعية ممكن ما كنتش حاسس بيها مثلا في وظيفتي أو في بيتي أو في أي مكان تاني، لكن أنا في وسط شلتي، في وسط أصحابي، في وسط الجماعة بتاعتي، أيا كانت بقى الجماعة، بتحقق لي الإشباع النفسي ده، بتحقق لي، بتشبع لي الحاجة لتقدير ذاتي واحترام ذاتي، بتحسسني بوجودي وبأهميتي في الحياة. طيب يبقى زي ما انت شايف دي كلها أسباب لنشوء الجماعات، وغيرها طبعا أسباب كتير، ولكن يعني دي من أشهرها. طيب لما نيجي نشوف، طب ايه تأثير الجماعة على السلوك الإنساني الفردي؟ وده برضو اللي يهمنا، يعني زي ما انت شايف في كل محدد من المحددات اللي تناولناها او لسه بنتناولها، بعد ما يعني بنفهم المحدد ده ونشوف الخلفية الفكرية بتاعته، بنبتدي نشوف طب ايه تأثيره على السلوك الانساني، لان هو ده اللي يهمنا.
طيب وانا كمنظمه اعمل ايه بقى عشان اثر على المحدد ده، طالما ان هو ليه تاثير على السلوك الانساني اللي هو بطبيعه الحال بياثر على اداء المنظمه في النهايه. لما اجي اشوف تاثير الجماعه على السلوك الانساني الفردي، ان حاله التاثير بين الفرد والجماعه هي حاله تبادليه ثنائيه الاتجاه، بمعنى ان كلاهما يؤثر في الاخر. يبقى انت تبقى غلطان لو افتكرت ان الجماعة بس هي اللي بتأثر فيك، لا انت كمان بتأثر فيها. يبقى في تأثير، في علاقة تأثير متبادل ما بين الفرد والجماعة بشكل كبير جدا. لو حبينا نسأل نفسنا ونقول طب ايهما يؤثر في الاخر بشكل اكبر، يعني هل الفرد اللي بيأثر على الجماعة بشكل اكبر ولا الجماعة هي اللي بتأثر على الفرد بشكل اكبر؟ الإجابة بتكمن في القوة النسبية لكل منهما بالنسبة للآخر. يبقى ما أقدرش أتسرع في حكمي وأقول أكيد أن الجماعة هي اللي بتأثر في الفرد أكتر، يعني ده دول جماعة ده دول كتير وأنا لوحدي فرد. لا، ما تاخدش الأمور على يعني علتها أو بشكل سطحي. الاتنين بيأثروا في بعض، طب مين فيهم بيأثر في التاني بشكل أكبر؟ ده بناء على القوة النسبية لكل منهما في تحقيق أهداف الآخر وفي تحقيق حاجاته وفي إشباع حاجاته الغير مشبعة وفي إشباع رغباته. إزاي؟ لو الفرد هو اللي معتمد على الجماعة في إشباع حاجاته المادية والنفسية والمعنوية، في الحالة دي يبقى تأثير الجماعة عليه أكبر. والعكس الصحيح، لو الجماعة هي اللي معتمدة على الفرد في تحقيق أهدافها وإشباع رغباتها وإشباع حاجاتها الغير مشبعة، في الحالة دي يبقى تأثير الفرد عليها أكبر. وأكبر مثال طبعا في هذا المجال رب الأسرة، هو فرد لكن بيأثر على الأسرة كلها. ليه؟ لأن هو مصدر الإشباع لأهدافهم ورغباتهم وحاجاتهم، من خلال أنه هو طبعا مصدر لتوفير النقدية اللازمة لتحقيق الأهداف أو الرغبات دهيت، أو أنه هو كمان بمصدر لإشباع الحاجات النفسية لديهم والمعنوية. وبالتالي مين يأثر في مين أكتر؟ ده بناء على القوة النسبية لكل منهما وقدرته على تحقيق الأهداف والحاجات والرغبات بتاعة الطرف الآخر. كويس، يبقى ده مبدئيا مين بيأثر في مين أكتر. طيب أيا كان، سواء هو بيأثر فيها، الفرد بيأثر في الجماعة بشكل أكبر أو الجماعة هي اللي بتأثر فيه بشكل أكبر، هو بطبيعة الحال كلاهما بيأثروا في بعض، لكن احنا بنقول مين بيأثر في التاني أكتر. أيا كان بقى مين فيهم اللي بيأثر على التاني، بنلاقي إن تأثير الجماعة على سلوك الفرد تأثير كبير، وده محور اهتمامنا في المؤلف بتاعنا، تأثير الجماعة على سلوك الفرد. طبعا بتمارس تأثير كبير جدا على سلوك أفرادها من خلال التزامهم بمعايير وقواعد السلوك والتي سبق وأن وضعوها وارتضوها معا، والتي لا ينبغي لأي عضو أن يحيد عنها كثيرا، وإلا سيلاقى بالاستهجان والانعزال عن باقي الأعضاء، بل وربما ينشأ صراع بينه وبينهم، سيجد نفسه في نهاية الأمر، في نهاية الصراع ده، أنه أصبح منبوذا وغير مرحب باستمراره في الجماعة. وبالتالي أنا كجماعة بأثر إزاي على سلوك الفرد أو الأفراد الموجودين جوايا جوه الجماعة دي؟ بأثر عليهم من خلال المعايير والقواعد، قواعد السلوك اللي الأفراد كلهم حطوها وارتضوها مع بعض، وبالتالي أنا ما أقدرش أخرج عنها، لازم سلوكي يفضل طول الوقت ماشي في ظل السياق اللي هم حددوه، اللي الجماعة حددته وانا عضو فيها. وبالتالي ما اقدرش، يعني لو الجماعة ارتضت ان هي وليكن تخفض انتاجها وتنتج عدد محدود، انا ما اقدرش انتج اكتر منهم، لاني لو عملت كده هخرج منهم، هتعرض للنبذ، هبقى منبوذ، وبالتالي مش هيبقى مرحب بوجودي معاهم، وبالتالي هيخرجوني من وسطهم وانا مش عايز ده. فعشان خاطر افضل معاهم وافضل في موجود في الجماعة دي، يبقى لازم امشي زي ما هم عايزين،
لازم امشي وفقا للقواعد السلوكيه اللي هم حطوها وضعوها وارتضوها، ما اقدرش احيد عنها. هنتكلم دلوقتي عن مراحل تطور ونمو الجماعات، يعني دوره حياه الجماعات. من المهم للمدير ان هو يحدد في اي مرحله بتمر بها جماعه العمل الموجوده عنده في الشركه، عشان يقدر يتنبأ بسلوكها ويوجهه للوجهة الصحيحة ناحية تحقيق الأهداف التنظيمية، لأن كل مرحلة بتتميز بسلوك يختلف عن المرحلة الأخرى. النموذج اللي احنا هنتكلم عنه ده وفقا لنظرية المراحل، ده يعتبر نموذج أو إطار عام لتطور الجماعات، يعني ما أقدرش أقول إنه ده نموذج لازم يتحقق في كل المنظمات ولازم إن هم يمشوا بنفس الترتيب اللي موجود فيه. ليه؟ ما اقدرش اقول كده ليه؟ لانه قد تكون الجماعة في اي مرحلة، يعني مش لازم، يعني المراحل اللي احنا هنقولها بعد شوية مش مراحل ثابتة لازم الف ب ت لازم تمشي بتدرج معين، لا، ممكن الجماعة تتكون من اول ت، من اول المرحلة ت، مش لازم نمشي من اول الف ب. وبالتالي قد تكون الجماعة في اي مرحلة وفي اي وقت من الاوقات. رقم 2، يتفاوت الزمن الذي تستغرقه الجماعة في مرحلة ما، يعني بالشرط ان احنا نقعد في المرحلة الاولانية مثلا وليكن التعارف 6 شهور، وفي المرحلة الثانية 3 شهور، مش لازم زي ما النظرية دي كانت افترضت يعني، ولكن انا هنا يتفاوت الزمن الذي تستغرقه الجماعة في مرحلة ما من جماعة الاخرى. ممكن جماعة تفضل سنتين لسه في مرحلة التعارف، مش قادرين ان احنا نتقارب مع بعض اكتر من كده، وبالتالي الزمن بيتفاوت من جماعة الاخرى. كمان لا توجد حدود فاصلة بين المراحل المختلفة اللي احنا هنقولها بعد شوية، يعني ما نقدرش نحددها كده بشكل فاصل زي ما النظرية اقترحت، وبالتالي هي مجرد اطار عام او مرشد كده، ولكن يعني مش هو اللي لازم ينطبق في كل الاحوال وفي كل المنظمات وعلى كل الجماعات. رقم 4، ان المراحل ليست دائما بهذه الدرجة من التحديد والوضوح كما اشارت اليها النظرية، حيث يمكن ان تندمج اكثر من مرحلة في خطوة واحدة، وخاصة عندما تواجه الجماعة ضغوطا بضرورة انجاز مهام معينة قبل موعد نهائي محدد. وبالتالي يعني لو احنا مستعجلين او احنا عايزين، احنا عملنا الجماعة دي عشان نأدي وظيفة معينة او عشان ننفذ بروجكت او مشروع معين، وبالتالي ممكن المراحل دي كلها يعني نكرها كلها ورا بعض او نمشيها بشكل سريع جدا، بحيث ان احنا نبقى لسه متعرفين مع بعض امبارح والنهاردة خلاص اشتغلنا مع بعض وبكرة فكينا الجماعة دي. وبالتالي ممكن لو انا عندي ضغوط في الوقت ممكن المراحل دي تختلف والمدى الزمني بتاعها يختلف. كمان الطبيعة الديناميكية المتغيرة للجماعة لا تمكن من التنبؤ الصحيح لترتيب التطور، يعني في جماعات تمشي بالتسلسل الطبيعي او المنطقي اللي احنا هنشوفه بعد شوية، وفي جماعات تانية نبتدي المرحلة الاولى وننط فجأة للمرحلة الاخيرة او المرحلة اللي في النص، وبالتالي مش كل الجماعات لازم تمشي بهذا الترتيب او بهذا التصور المنطقي لتطور العلاقات يعني، ولكن ده اطار عام او اطار مرشد. طيب، نظرية المراحل افترضت ان المراحل هتمشي في الخمس مراحل اللي قدامنا على الشاشة. اول حاجة الخطوة الاولانية او المرحلة الاولانية بدء التكوين، يعني زي ما شايفين في الصورة نبتدي نتعرف على بعض، انت اسمك ايه وسنك وساكن فين والبنات اللي هي الشخصية دي ولادك قد ايه، ونبتدي نتعرف على بعض زي ما بيحصل معانا كلنا في حياتنا سواء العامة او حياتنا التنظيمية اللي هي يعني جوه المنظمة بتاعتنا. يبقى يبدأ الافراد بالتعارف مع بعضهم البعض ويحاولوا ان هم ينشئوا قواعد تضبط عمل الايه، نبتدي كده بشكل مبدئي كده نحط قواعد تضبط عملنا مع بعض. المرحلة الثانية او الخطوة الثانية مرحلة الاضطراب، يبدأ بعض الافراد في رفض سيطرة القادة ويبدأون في التشكك في بعضهم البعض، يعني الاول بنتعرف على بعض، بعد كده بنبتدي كده بشكل يعني طبعا غير يعني غير رسمي بشكل كده ضمني بيننا وبين بعض ان احنا نخلي فيه رئيس لينا او قائد لينا، هيبتدي يظهر مجموعة من الافراد اللي جوه الجماعة يرفضوا
السيطرة القائد ده، او يرفضوا، يبقى هم ليه انت تبقى قائد وليه ما اكونش انا؟ احنا لسه هو بنتعرف على بعض، ولسه الخطوة التانية بقى ان احنا نشوف مين اللي هيبقى قائد، مين اللي هيقود الجماعة دي او يبقى ليه الرأي النهائي فيها، فنبتدي ايه نتشكك في بعض ونرفض السيطرة دي. الخطوة الثالثة تحديد المعايير. خلاص بعد ما عدينا المرحلة دي واستقرينا وارتضينا على قائد معين، نبتدي نحط بقى نشوف ازاي هنشتغل مع بعض، يعمل الأعضاء معا لتنمية علاقات قوية، ونبتدي بقى في علاقات صداقة ما بيننا. المرحلة الرابعة يعمل أعضاء الجماعة الانتهاء من المطلوب منهم وتحقيق أهداف الجماعة. احنا عملنا الجماعة دي علشان حاجات معينة، عشان أهداف معينة عايزين نحققها، سواء كانت أهداف المنظمة هي اللي حطها لنا لو احنا جماعة رسمية، أو أهداف احنا اللي حاطينها لو هي جماعة غير رسمية، احنا اللي عاملينها، احنا اللي عاملين شلة بيننا وبين بعض داخل المنظمة. الخطوة الخامسة مرحلة التفكك. ربما تتفكك الجماعة بعد تحقيق أهدافها. خلاص احنا لو احنا جماعة رسمية والشركة عملت فريق عمل لتنفيذ بروجكت او مشروع معين، خلاص خلصنا البروجكت ده وانتهت انتهى الهدف اللي احنا من اجله كوننا جماعة، هتبتدي تتحل ونبتدي نعمل جماعة او فريق عمل تاني عشان ينفذ مشروع تاني وهكذا. او السبب التاني لتفكك الجماعة ان ينسحب اعضائها، الناس تمشي، يعني تخرج من الجماعة لأي سبب بقى. يبقى دي المراحل كده العامة، أو يعني إيه المرشدة أو لتطور الإيه تطور الجماعة أيا كان نوعها. لو جينا شفنا محددات سلوك الجماعة، إيه اللي بيأثر، إيه العوامل المؤثرة على سلوك الجماعة دي؟ عندي محددات خارجية ومحددات داخلية. المحددات الخارجية اللي هي خارج نطاق الجماعة. الجماعة نظام مفتوح وجزء من نظام اجتماعي أكبر اللي هي الشركة اللي هي موجودة فيها بقى. لو احنا بنتكلم على مجال العمل، بنلاقي ان بيأثر على سلوكها مجموعة من المحددات الخارجية الخارج حدود الجماعة دي، خارج نطاقها، اللي هي رقم واحد الاستراتيجية العامة للمنظمة. يعني الشركة اللي أنا شغالة فيها يعني بتتبنى أنهي استراتيجية، هل ان هي بتهتم او حاطه استراتيجيتها مع اعلاء قيمه الجماعه او جماعات العمل في تحقيق اهدافها ولا لا؟ طب النفوذ، القوه والنفوذ اللي المنظمه ناويه تديهم لجماعات العمل الموجودين عندها، طب الموارد المتاحه ليها او الموضوعه تحت تصرفها، كل الحاجات دي بتاثر اكيد على سلوك الجماعه. نقص الموارد مثلا على سبيل المثال المخصصه لها قد يضعفها، يضعف سلوك او اداء الجماعه دي، يعني يبقى ايدها مش طايله. الموارد اللي الشركه حطاها تحت تصرفها، وليكن لو احنا بنتكلم عن جماعه رسميه اداره من ادارات الشركه، والشركه مخصصه لها موارد محدوده جدا، ميزانيه او مبلغ قليل قوي في الميزانيه بتاعتها، وبالتالي ده هيضعف من اداء الاداره دي، هيضعف من اداء الجماعه دي، ويحدث قلق وصراع وممكن يحصل تفكك بين اعضائها. رقم اتنين السياسات التي تتبناها الإدارة، زي عملية اختيار العاملين، لأنه الجماعة دي مكونة من مين؟ مكونة من حاصل مجموع الأفراد اللي شغالين جواها، وبالتالي سياسات الاختيار وانتقاء العمالة دي بتأثر على سلوك الايه الجماعة. السياسة اللي الشركة بتحطها في التحفيز المتبع، هل بحفز الأداء الفردي ولا بحفز الأداء الجماعي؟ سياسة الحوافز اللي أنا حطاها بتأثر على سلوك الجماعة، لأن أنا لو أنا كشركة بحفز او باعلي شأن او بصرف الحوافز بناء على الاداء الفردي، يبقى مش هلاقي جماعات قوية شغالة عندي في الشركة، مش هلاقي جماعات عمل، لانه السياسة نفسها سياسة الحوافز بتضعف روح الجماعة دي وبتركز اكتر على الحوافز الفردية. العكس صحيح، لو الشركة بتحط سياسات حوافز بتدي حوافز اكتر لفرق العمل او العمل الجماعي، في الحالة دي هلاقي الناس بتتجمع مع بعض وبتكون جماعات وبيشتغلوا مع بعض. كمان الثقافة التنظيمية السائدة في الشركة، هل بتدعم وبتشجع الجماعات ولا بتقتلها وبتخنقها وما بتدهاش متسع تتنفس فيه أو تظهر فيه؟ ظروف العمل المادية، الإضاءة، التهوية، أنماط القيادة والاتصالات المتبعة، كل دي محددات خارجية بتؤثر على سلوك الجماعة.
جماعات يعني العمل الموجودة في الشركة. طب كمان في محددات داخلية بتأثر على سلوكهم. في المحددات ديت متعلقة بالخصائص الشخصية والقدرات الفردية لأعضاء الجماعة، زي إدراك كل واحد فيهم الاتجاهات بتاعته. رجعنا تاني اهي للعوامل الفردية اللي سبق واتكلمنا فيها في المحاضرات السابقة. يبقى الفرد زي ما انت شايف هو النواة، سلوكه والعوامل المؤثرة عليه او محدداته، المحددات الفردية اللي هي الإدراك والاتجاهات والدوافع وكل يعني والتعلم والشخصية بتاعته، كل دي تمثل النواة اللي بعد كده هتكبر شوية. الدايرة تكبر شوية ونلاقي الجماعة برضو بتأثر عليها المحددات اللي هي الخارجية الخاصة بسياسات الشركة، والمحددات الداخلية اللي هي من جوه نفس افراد او الاعضاء المكونين للجماعة دي، ادراكهم واتجاهاتهم ودوافعهم وحاجاتهم ورغباتهم، كل دي حاجات موجودة جوه نفسهم هتأثر بشكل مبدئي او بشكل اولي على سلوكهم، وكمان هتأثر على سلوك الجماعات اللي هم منتميين ليها. يبقى شيء طبيعي ان الادراك والاتجاهات والدوافع ودرجة اشباع الحاجات وضغوط التنظيمات غير الرسمية المنتمي اليها الفرد وتعليمه وسنه ونوعه اذا كان ذكر او انثى، كل دي عوامل مهمة وبتأثر على مبدئيا سلوك الفرد نفسه وسلوك الجماعة ككل اللي هو منتمي ليها. العوامل دي بتعتبر هامة في تحديد سلوك الافراد وبالتالي في تأثيرها على السلوك الجماعي، وتجدر الإشارة إلى ما يسمى بنمط التفكير الجماعي، إذ يميل الأفراد للتفكير والتصرف بطريقة ترضي الأغلبية. يبقى أنا كفرد بميل للتصرف بطريقة ترضي الكل حتى لو ما كانتش ترضيني أنا شخصيا. يبقى التصرف بطريقة ترضي الأغلبية رغم عدم القناعة بهذا السلوك أحيانا، وذلك يرجع إلى ممارسة الضغوط من قبل الجماعة على الفرد، لأنك لو خالفتنا هتخرج من وسطنا. طيب لو جينا نشوف أنواع الجماعات، عندي تصنيفات مختلفة لأنواع الجماعات، يعني من أشهرها كان التصنيف الأول للجماعات من حيث خضوعها للأنظمة والقوانين. عندي الجماعات رسمية وغير رسمية من حيث خضوعها للأنظمة والقوانين. الجماعات الرسمية اللي هي بتعمل في إطار اللوائح والقوانين اللي الشركة حطاها وتتكون بشكل رسمي أو ظاهر، ويتحدد دور كل عضو فيها طبقا لنوع الوظيفة التي يشغلها في الهيكل التنظيمي للمنظمة. يعني المنظمة في ضوء الهيكل التنظيمي اللي بتحطه بتبتدي تحدد الإدارات اللي هتشتغل، أو الإدارات اللي موجودة جواها، إدارة التسويق، إدارة الإنتاج، إدارة التمويل، إدارة العلاقات العامة، إدارة الموارد البشرية. يبقى كل الإدارات دهيت بتبقى واضحة في الهيكل التنظيمي، بيبقى لكل واحد فيه وظيفة مخصصة ليه، ده مدير الإدارة، ده المساعدين ليه، ده الموظفين فيها، وبالتالي الأمور كلها بتبقى واضحة في اللوائح والقوانين بتاعة الشركة بشكل رسمي بشكل ظاهر. دي الإدارات دي اسمها جماعات رسمية موجودة جوه الشركة. في كمان جماعات غير رسمية، دي بتتكون نتيجة استجابة لحاجات خاصة بالأعضاء. طيب احنا جوه إدارة التسويق، أنا واحد من إدارة التسويق اتصاحبت على واحد من إدارة التمويل، اتصاحبت على واحد من إدارة الموارد البشرية، اتصاحبت على واحد من إدارة التمويل، وكوننا شلة كلنا واسمنا في الحالة دي جماعة غير رسمية. بنقعد مع بعض في البريك في الشركة، بنخرج مع بعض بعد أوقات العمل، بنسهر مع بعض في المقاهي، وبالتالي احنا في الحالة دي اسمنا في حاجات غير مشبعة بالنسبة لنا، بنكون جماعة عشان نشبع الحاجات دي من خلال اجتماعنا مع بعض او وجودنا مع بعض. الجماعات دي قد تكون معارضة لاهداف المنظمة، لان هي عبارة عن شبكة العلاقات الاجتماعية، دي ما بيحددهاش التنظيم الرسمي ولا بيظهرها الهيكل التنظيمي خالص، ولا الشركة بتعرفها ولا داريانة عنها. هي المفروض ان هي ما تعي اهمية دور التنظيمات غير الرسمية دي، لكن هي ما بتنشئهاش ما بتكونهاش. ادارة الشركة ملهاش اي سلطة او لها تأثير عليها، هما بيكونوهم بينهم وبين بعض، بينهم مصالح مشتركة زي جماعات الصداقة او جماعات المصالح المشتركة. طيب النوع الثاني او التصنيف الثاني للجماعات ده تقسيم واحد اسمه فيدلر لانواع الجماعات، قسمها لثلاث مجموعات فرعية اللي هي جماعات التفاعل، دي جماعة بيعتمد انتاج احد اعضائها
على انتاج الاخرين، زي العمال واقفين على خط انتاج، انا في انتاجي بعتمد على انتاج زميلي اللي قبلي واللي قبلي، وبيعتمد على اللي قبله وهكذا، وبنأثر في اللي بعدنا، وبالتالي احنا معتمدين، كل مثلا انتاج واحد فينا معتمد على انتاج الاخرين. النوع الثاني جماعات التعاونية، دي بنعمل كل اعضائها بنوع من الاستقلالية، ولكن كل واحد فينا بيأدي وظيفته او شغله بشكل منفصل، لكن في نوع من انواع التعاون من اجل التنسيق ما بيننا كلنا مع بعض، دي اسمها جماعات تعاونية. وفي الجماعات المضادة اللي هي جماعات التفاوض، اللي هم ناس دايما بيبقى ليهم اهداف قد تكون معارضة مع اهداف الشركة، فبنبتدي نقعد مع المديرين ونتفاوض معاهم للوصول الى افضل حلول للمشكلات اللي موجودة. طيب التصنيف الثالث اللي هو بيقسم الجماعات لجماعات الأولية والجماعات الثانوية. الجماعات الأولية دي نوع من الجماعات الصغيرة، من اسمها حتى زي نواة أولية مبدئية، بتجمع ما بينهم أواصر الحب من أعضائها والترابط، تربطهم علاقات مباشرة وجها لوجه، بنقابل بعض كل يوم أو على فترات متقاربة جدا، بيسود الولاء والانتماء والصداقة والقيم الوحدة ما بين أفرادها، زي بالظبط جماعات الأسرة أو الأقارب اللي هم الناس اللي في مجال محدود، او سكان مثلا في عمارة واحدة او اقارب او اسرة واحدة، دي تعتبر جماعة اولية. اما الجماعة الثانوية هي جماعات بيغلب عليها طبيعة العلاقات السطحية، لان احنا هنا ما بقتش بقى بينا علاقات حميمية قوي وبنتقابل وكل يوم بنتقابل وجها لوجه، لا احنا هنا ابتدت العلاقات تبعد شوية، فدي هنا علاقات سطحية غير عميقة بين أعضائها، بيقل الشعور بالتعاطف مقارنة طبعا بالجماعات الأولية. لو جينا نشوف وظائف الجماعات، نلاقي أن الجماعات بتؤدي وظائف على مستوى الفرد وعلى مستوى المنظمة. على مستوى الفرد بستفيد إيه؟ إيه الوظيفة اللي الجماعة بتقدمها لي يعني؟ أنا على مستوى الفرد، رقم واحد إشباع حاجات الفرد الاجتماعية، ده رقم واحد، بشبع حاجتي لان انا ابقى في وسط ناس، ان انا اتعرف مع ناس، بشبع حاجتي الاجتماعيه من خلالهم. اتنين، مصدر لمعلومات الفرد، اقدر اسالهم طب الحاجه دي بتتعمل ازاي، الوظيفه دي بتؤدى ازاي، الماده دي تتذاكر ازاي، ابتدي استقي معلوماتي منهم. مقارنه الانجاز مع الاخرين، طب انا اقارن ادائي بمين، اول ما هيجي في ذهني اقارن ادائي باداء الجماعه اللي انا منتمي ليها. الحصول على المساعده من اصحاب الخبره، لو محتاجه اعرف حاجه في اي شان من الشؤون سواء الحياتية أو التنظيمية يبقى أقدر أسأل فيها. توفر العائد النفسي، يعني الاعتراف بأهميتي ودوري، زي ما قلنا من شوية من أسباب نشوء الجماعات إن أنا أحس بأهميتي، أحس إن أنا في لازمة من وجودي في الحياة من خلال انتمائي لجماعة معينة أنا ليا قيمة فيها أو في وسطها. كمان توفير العائد المادي، لأن أنا زي ما قلنا من شوية إنه كل ما زاد عدد الناس كل ما زاد أدائهم، وبالتالي زادت العوائد اللي هيحصلوا عليها لغاية طبعا مدى معين زي ما قلنا قبل كده. طيب تحقق للفرد أهدافا يصعب عليه تحقيقها بمفرده، أنا مش هقدر أعمل كل حاجة لوحدي، وبالتالي من خلال اجتماعي مع ناس أو من خلال انتمائي لجماعة معينة نقدر إن احنا ننفذ مهمة معينة ما أقدرش كنت أقوم بيها لوحدي، إيد واحدة غير إيدين، غير عقل واحد غير عقلين، وهكذا. توفير فرص التقدم والمنافسة بين أعضائها، نقدر ان احنا ننافس بعض ونجرب قدرات بعض من خلال وجودنا في الجماعة دي. طيب ده بناء على مستوى الفرد. طب على مستوى المنظمة، رقم واحد مضاعفة الانتاجية من خلال خفض تكاليف العمل وزيادة الانتاج. يبقى على مستوى المنظمة ككل هستفيد ايه من خلال وجود الجماعات الموجودة عندي في الشركة؟ هنضاعف الانتاج، لان زي ما قلنا من شوية اداء الفرد اقل من اداء الجماعة. كمان اذكاء روح المنافسة الشريفة بين الاعضاء، لما تبقى انا الشركة عندي عبارة عن جماعات عمل وبينهم علاقات سوية، وبالتالي هيبقى في روح منافسة شريفة ما بين الجماعات دي، وجوه نفس الجماعة في منافسة شريفة ما بين اعضائها. كمان بتساعد على تنفيذ التغيير والتطوير التنظيمي بنجاح، لما ابقى عارف ان الجماعات الموجودة عندي في الشركة هتساعدني يبقى هقدر انجز بشكل اكبر، وهقدر اعمل تطوير تنظيمي بشكل اسرع واكبر، لاني هبقى عارف بدل ما
موظف واحد بس هو اللي بيؤيد التغيير والتطوير اللي انا عايزه اعمله، وليكن عايزه ادخل كمبيوترات جديده للشركه، عايزه بدل نظام الشغل اليدوي هنشتغل كلنا بالكمبيوتر، يبقى انا عارف انه مش بس موظف واحد ولا اتنين المقتنعين باهميه الموضوع ده، لا ده انا عارف ان جماعه على بعض وليكن 10 20 واحد مقتنعين بالموضوع ده، وبالتالي يقدروا يساعدوني في اقناع باقي زملائهم. كمان بتساعد المدير في الوصول الى تحقيق النتائج باقل التكاليف وباقصر الطرق نتيجه لاجتماع الناس دول مع بعض. بتزيد من دافعيه العاملين فتقلل من مظاهر التذمر وعدم الرضا مما ينعكس على اداء المنظمه. طبيعي ان انا ببقى مكون بيبقى في جماعات عمل متالفه ومتحابه مع بعض، يبقى انا هبقى هنا اطمنت ان الموظفين بتوعي الدافعيه بتاعتهم زايده للعمل، هيبقى الموظفين كل موظف منهم جاي وهو مبسوط، مش جاي وهو متضايق وحاسس ان هو هيقابل ناس ما بيحبهمش وفي مشاكل ما بينهم، وكل الحاجات دي هتنعكس على سلوكه وادائه في المنظمه وبالتالي على اداء المنظمه ككل. كمان بتخفض معدلات الدوران، شيء طبيعي بدل الموظفين عندهم حاله من الرضا ودافعيتهم مرتفعه للعمل، في الحاله دي هنخفض طبعا المظاهر السلبيه اللي هي الدوران اللي هو ترك العمل ان هم يمشوا ويسيبوني اصلا، او الغياب او التاخير، وتخفيض حده ضغوط العمل. تمكن الاداره من التعامل مع الافراد داخل المنظمات بشكل اسهل نسبيا مما لو كانت بتتعامل مع كل فرد على حده، يعني بدل ما اجيب كل موظف لوحده واقنعه بحاجه معينه انا كاداره، لا ده انا بقنع مثلا رئيس الجماعه دي وهو بيتولى اقناع الايه الاعضاء، او اقنع اي عضو من اعضاء الجماعه وهو بيتولى اقناع باقي زمايله اللي موجودين معاه في نفس الجماعه، وبالتالي بدل ما اقعد انا كمدير اضيع وقتي واقعد مع 100 موظف موجود في الشركه، هقعد مع 10 بس لان هم مكونين ال10 دول مكونين 10 جماعات تانيين، او يعني وبالتالي اقدر ان انا ايه اقعد مع عدد اقل من الناس وبالتالي اوصل لنتائج افضل بمجهود اقل. طيب لو جيت اشوف ايه دور إدارة المنظمة تجاه الجماعات، طالما إن الجماعات مهمة وليها تأثير كبير على الفرد والفرد مهم وسلوكه ليه تأثير كبير على أداء المنظمة، يبقى في الحالة ديت لازم إن أنا أهتم بإزاي أقدر أدير الجماعات دي. يبقى انطلاقا من اعتبار المنظمة كيان مكون من شبكة من الجماعات المتفاعلة معا، ولكل جماعة أهدافها وأعضائها وأنشطتها وكيانها المستقل، وكمان انطلاقا من أن أغلب الأنشطة اليومية لأي منظمة بتحدث داخل تلك الجماعات سواء بشكل رسمي أو بشكل غير رسمي، يعني سواء كانت الجماعات الرسمية الإدارات اللي أنا كمنظمة عاملاها عشان أمشي شغلي، أو الجماعات غير الرسمية الشلل اللي بتتكون لوحدها كده من غير ما يكون انا ليا يد كأدارة فيها، سواء الجماعات الرسمية او غير رسمية، رضيت ام ابيت انا كأدارة بتأثر على ادائي التنظيمي. يبقى لازم انا كأدارة للمنظمة بمستوياتها الثلاثة اكون مسؤولة بشكل مباشر عن تحقيق التعاون والتنسيق بين كافة هذه الجماعات للوصول الى فاعلية المنظمة. يبقى لازم اعمل تنسيق وتكامل وتعاون ما بين الجماعات سواء الرسمية بينها وبين بعض، يعني الادارات المختلفة الموجودة في الشركة لازم يكون في بينهم تعاون، او الجماعات الغير رسمية بينهم وبين بعض، او ما بين الجماعات الرسمية وغير الرسمية لازم يكون في بينهم تعاون. لازم ابقى مطمن ان الجماعات الرسمية اللي انا عاملها اللي هي الادارات الموجودة في الشركة اللي هي بطبيعة الحال المفروض ان هي بشكل رسمي بتستهدف تحقيق اهدافي انا كمنظمة، لازم اطمن ان الجماعات غير الرسمية والشلل المتكونة تحت يعني زي ما بيقولوا ايه تحت الترابيزة او الشلل الخفية، لازم اطمن ان هي برضو يعني متفقة او متعاونة معايا، او ان هي هتساعد الجماعات الرسمية في تحقيق ايه في تحقيق اهداف المنظمة. يبقى عشان اوصل لفاعلية المنظمة لازم اعمل كده عشان احقق اهدافي التنظيمية وازيل عوامل الصراع والتنافس السلبي او اقللها الى ادنى حد ممكن. التنافس والصراع الايجابي مطلوب، يعني الناس تتنافس مع بعض ويبقى في بينها منافسة شريفة، كل واحد يجود في عمله
بشكل ويبذل اقصى طاقه عنده عشان عمله يبقى على اتم وجه، ده مطلوب. ولكن المنافسه او الصراع السلبي اللي هو ينتج عنه ان احنا ندمر بعض وندمر الموارد الماديه الموجوده في الشركه وبالتالي نفشل الشركه في الاخر، ده طبعا اكيد مش مطلوب. واكيد انه الشركه بتسعى جاهده ان هي ما توصلش لده، فعشان ما توصلش لده وما توصلش ان يبقى في صراع وتنافس سلبي ما بين اعضاء الجماعات الموجوده بقى عموما سواء رسميه سواء غير رسميه، يبقى لازم تبقى عارفه من البدايه ازاي تعرف تعمل تعاون وتنسيق ما بين الجماعات دي، سواء الجماعات الرسميه لوحدها في حد ذاتها الادارات الموجوده لازم يكون في نوع من انواع التعاون والتنسيق والتكامل. يعني ما تبقاش مثلا اداره التسويق ماشيه في سكه وإدارة الإنتاج ماشية في سكة تانية خالص وإدارة التمويل ماشية في سكة تالتة. يعني على سبيل المثال إدارة التسويق قالت أو حددت مواصفات معينة لازم تكون موجودة في المنتج بتاع الشركة، المفروض الطبيعي أن يبقى فيه تعاون وتنسيق ما بينها وبين إدارة الإنتاج، يعني تدي لها التقرير بحيث أن إدارة الإنتاج تنتج السلع والخدمات بهذه المواصفات، وفي ضوء ده إدارة التمويل لازم توفر لهم التمويل المناسب أو الكافي، وفي ضوء ده إدارة الموارد البشرية لازم توفر العمالة بالكم والكيف المناسبين. يبقى في الحالة دي نقول إن في تناسق، في تعاون، في تكامل ما بين الإيه؟ ما بين الجماعات الرسمية دي. في الحالة دي لازم الشركة أكيد هتنجح، لكن لو حصل إن إدارة التسويق بعد ما جابت المواصفات اللي العملاء بتوعي عايزينها، إدارة الإنتاج ما اهتمتش خالص وأنتجت مواصفات تانية خالص، وإدارة التمويل يعني وفرت لي أو حددت لي ميزانية مختلفة تماما عن اللي أنا محتاجها، وإدارة الموارد البشرية جابت لي أفراد ما لهمش أي علاقة بالتخصصات أو بالأعداد المطلوبة عشان ينتجوا المنتجات اللي هو العميل عايزها اللي هو في الآخر هيشتريها، هتكون النتيجة إن أنا هنتج منتجات هتترمي أو هتتخزن في المخازن لأن العميل مش هيشتريها لأن هي مش متفقة مع المواصفات اللي هو كان طالبها من البداية. يبقى عدم وجود التنسيق والتعاون ما بين الجماعات اهي الرسمية بس حصل ايه؟ حصل مشاكل وفشل للشركة. طيب فما بالك لو كانت الجماعات كمان غير الرسمية، مفيش بينها وبين الجماعات الرسمية اي نوع من انواع التنسيق او التكامل، هتلاقي ان احنا بشكل رسمي محددين اهداف معينة في كل ادارة، لكن بشكل فعلي الجماعات غير الرسمية بتخش تبوظ او تخرب او ما تحققش الاهداف دي، او نتفق مع بعض كلنا على الشركة، يعني انا واحد من ادارة التسويق على واحد من ادارة التمويل على واحد من ادارة الانتاج واحد من الشؤون القانونية على واحد من ادارة الموارد البشرية، اهو خمس افراد مثلا كفيلين ان هم يهدوا الشركة كلها، لان كل واحد فيهم هيخرب في الادارة بتاعته وهيخرب في يعني مش هيحقق الاهداف اللي موجودة بتاع التسويق، مش هيجيب لي المواصفات الصحيحة من العميل بتاعي، اللي شغال في ادارة الانتاج هيبوظ في المكن او مش هينتج يعني المنتج بالشكل اللي العميل عايزه، وهكذا كل واحد فيهم في ادارته هيحاول ان هو يعمل سلوكيات سلبية او معارضة للشركة، وبالتالي طبعا اكيد هنوصل في النهاية لفشل الشركة دي. يبقى انا دوري لازم ان انا بكافة مستوياتي الادارية التلاتة سواء مستوى الادارة العليا او مستوى الادارة الوسطى او على مستوى الادارة الدنيا، لازم ان انا احقق التنسيق والتكامل والتعاون ما بين الجماعات الموجودة ككل، سواء بين الجماعات الرسمية بينها وبين بعض او بين الجماعات غير الرسمية بينها وبين بعض او بين الجماعات الرسمية وغير الرسمية بشكل عام، لازم احقق التنسيق والتعاون والتكامل ما بينهم ووجههم كلهم باتجاه تحقيق الاهداف التنظيمية اللي انا كادارة بسعى لتحقيقها من خلال الجماعات الموجودة عندي ومن خلال الافراد الموجودة عندي. بكده نكون انتهينا من المحاضرة الخاصة بالمحددات الاجتماعية اللي هي الجماعات المؤثرة على السلوك الانساني، ودي كانت المجموعة الثانية الرئيسية من المحددات. في المحاضرة ان شاء الله التالية السادسة
والأخيرة في المحاضرات هنتناول فيها المحددات الحضارية أو الثقافية، ودي بتكون محل اهتمام علم الأنثروبولوجي، وده إن شاء الله هيكون محور اهتمامنا في اللقاء القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.